عندنا كثير من التسهيلات اللي احنا قاعدين نقدمها او نتعاون فيها مع الشباب، من ضمنها يعني اي شخص يقدم مبادره غير ربحيه هذا نقبلها بدون ما نفكر باي شيء، بس وفق اللوائح والنظم. يعني اول شيء يقدم عن طريق الاونلاين، اونلاين الوزاره، بعدين تنقل هذه المبادره اللي قدمها حق اداره مشاريع المبادرات والمشاريع، وتنزل الى شقين. الشق الاول هو تفحص المبادره، انه لازم تكون فيها ثلاث اشياء متواجده: الخطه التنفيذيه، الخطه الاعلاميه، والخطه الماليه. تحول الى الاداره الفنيه لابداء الراي. بعد الاداره الفنيه لابداء الراي تنزل الى اللجان العليا او اللجان. اللجان تنشق الى شقين: لجنه شبابيه كلها اعمار شبابيه، حلو، واللجنه الثانيه اللي هي اللجنه العليا اللي هي مختصه، اللي هي يكون فيها الوكلاء والمستشارين وسعاده الوزير. تمام، للبدء في هذه المبادره. بالضبط. تمام، اعداد المبادرين عندكم اذا كانت عندك انوار، وبالمناسبه احمد عشان بسط الصوره للمشاهدين، وما تكون عنده هذه الربكه اللي والله بالنهايه مؤسسه حكوميه ودوره مستنديه، ولا سواء كان في مبادر، وانا جربتها كوني انا موظف سابق في الوزاره، اي مبادر ممكن يقدم مبادرته، يقعدون مع شباب في الوزاره يشوفون هذه المبادره ترفع حق اللجنه، بعدها اللجنه العليا، وتتم الموافقه، وشفنا مبادرات على ارض الواقع موجوده.